تعمل المطرقة الهيدروليكية بشكل مذهل بوزن يصل إلى 5 أطنان تقريبا ومحرك قوي ذو قوة هائلة. يمكن لهذه الآلة التعامل مع صخور حجر الجير والحجر الرملي بسرعة مذهلة. تحتوي هذه المطرقة على ضغط هوائي قوي يعمل تحت ضغط عالي، مما يمكن المولد من توليد قوة ضرب بحيث تصل إلى 32,000 نانومتر وتردد فريد يتراوح من 380 إلى 700 ضربة في الدقيقة. يمكن لهذه الآلة أن تدمر الصخور الأكثر عنادا بسهولة. لدينا هنا الجرافة المعروفة بملك نقل المواد، يستخدم بشكل أساسي في عملية التعدين الكبيرة ويبلغ وزنه الإجمالي حوالي 230 طونا، ومزود بمحرك ديزل بقدرة 850 حصانا، ولديها معدات هائلة يمكنها تحمل حوالي 105 طن في كل مرة. انظر إلى الشاحنة العادية التي تقف بجانب الجرافة، تبدو وكأنها مخلوق صغير بمقارنة بهذا الوحش. كامبيو 800 يستخدم لإزالة اللحاء الخارجي للأشجار. يتضمن تشغيل المولد تغذية السجلات في المحرك من خلال نظام تغذية الكاميرا 759، ثم يستخدم المحرك شفرات لقطع أو كشط لإزالة اللحاء من السجلات، مع تدويرها أيضا لضمان الإزالة الكاملة للحاء الخارجي. الحفارة المتسلسلة عبارة عن آلة لاستخراج الفحم ذات أبعاد مثيرة للإعجاب. يمكن أن يصل طول الآلة إلى 80 مترا وعرضها 30 مترا، مزودة بعشرات الشفرات المعلقة التي تدور حول المحرك لحفر الأراضي وتفريغها في شاحنات النقل. في كل ساعة يمكن الحفارة ذات العجلات استخراج أكثر من 120 ألف طن من الفحم أو المعادن. رقم مذهل يوضح القوة والكفاءة والتكنولوجيا في استخراج الموارد. عملاق ثقيل الوزن يمكنه التحرك بسرعة متوسطة حوالي 87 ميلا في الساعة، ويتراوح سعره من 120 إلى 150 دولارا، وهذا رقم مذهل جدا باعتباره مجهز بمحرك قوي. يمكن لهذه الآلة أداء مهام مثل الجرف والحفر ودفع التربة بقوة وكفاءة، وتسمح لها قوتها بالتعامل مع المهام التي تتطلب القوة والمتانة، خاصة في التضاريس الصعبة مع القدرة على التغلب على أي تحدي. تعد هذه الآلة أحد المرافقين الأساسيين في عملية البناء والتعدين، يتم الإشادة بها باستمرار لقوتها وقدرتها التشغيلية على الأراضي الوعرة. يعتبر SP7015 ذو حجم كبير إلى حد ما، حيث يبلغ طوله حوالي 6.7 متر وأقصى عرض 2.4 متر ويبلغ ارتفاعه حوالي 3.8 متر. مزود بمنشار يصل قطره إلى 90 متر مربع، ويعمل كالدولاب بسرعة عالية ويدمر كل ما يصطدم به.